وياك مروة محمد السويدي، خريجة جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، تخصص نظم المعلومات الجغرافية، خريجة امتياز مع مرتبة الشرف. اليوم في تاريخ 18/3/2018 ساحظة بشرف تكريم من صاحبة السمو الشيخ فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، التي لطالما كانت دعم الأول للمرأة في جميع الميادين. وأحلم بأن أرد بعضا من الجميل لدولتي بالعمل في مجال تخصصي في إحدى المؤسسات المعنية.